كينكي. متغوط هارب من العدالة. رجل كبير وبشنبات يترك عينات من برازه في فناء المنازل ومداخلها في هيوستن بتكساس. هل من الممكن أن الرجل يريد تخصيب الأرض؟ وربما خسر رهانا مع كلبه. هذا الرجل أبو براز رجل نظيف، فإنه يمسح برازه بمنديل لكنه يرمي بالمنديل على الأرض. الشرطة تقول أنها تقوم بملاحقة المتغوط ولديهم ما يكفي من عينات من حمضه النووي. الشرطة تقول أنها تقوم بملاحقة المتغوط ولديهم ما يكفي من عينات من حمضه النووي. ترى كيف سيكتشفون الفاحش؟